في انا احكي لك قصه. انا لما فتحوا الجسر حكى شويه ابو وليد عنه الهباريه، اسرائيل فتحت شق طريق، فتحت الشق الطريق، انت علي كيف؟ عشان جرافات اسرائيلي تجرف وتعمل ساتر عشان ما تكشف، انت ما تكشف، بس في صوت جرافات. هلا كان في معركه بالهباريه، يعني هو رياض عواد الله يرحمه بعدين توفى، وشباب 11 ليبي بتذكر مات او 13 ليبي مات، الليبيين لا ما انا فتح كانوا استشهدوا بالمعركة، هن من الليبيين كانوا، كان في سريه ليبيه كتيبه ليبيه بفتح مفروز لفتح من طرف، يعني ملحق الاخ رياض عواد كانت بطرفه، يعني انت علي كيف؟ عمره ما رائد كان ضابط، يعني مش انه انت علي كيف؟ صفرا، انا شفته صفرا الرائد يا زلمه من وهل الضرب، واللي تشهد لي قصف الطيران واشتبكوا، يعني اشتباك عنيف بالهباريه، اكبر اشتباك اخذنا بالكلمه الجيش اللبناني. اجى واحد عليه مش عارف ضابط فتح من الصاعق مش عارف مين، موجه رشاشه هيك ما موجه على العدو، قال له شو انت؟ فلفوا على اليهود بعد باتجاه اسرائيل، يعني باتجاه العدو، بس كيف؟ طب شو لفوا لوين انت هيك؟ بتعمل خط انسحاب لك يعني؟ ما هذا عدو، عدو عدوك بالنهاية. المهم فاستمرت هاي المعركة. الشاب هذا اللي بتاع محمود المليجي خبط 170 قذيفة هاون، يعني بده ينفجر المدفع، بده ينفجر، صار يكب عليه المي، يكب عليه مش عارف شو. اجى الزعيم بده يحبسه، والله بده يحبسه، قال له شو بدك تحبسني؟ اسرائيل هاجمة ودبابات وفتحوا شق طريق فوق الخزان الهبارية، وانا يعني ونازل نسلخ بديش ارد عليك. وبلش ما بردش على حدا، هو مجنون اصلا بيجي، وبلش كبس. هذا رفض القياده امام الكيادة. المهم هون هاي اللي شفته انا، بس بعدها رجعنا وين؟ على منطقتنا على الكفير. هي المعركه بتعرف ضلك دائم لابس مستنفر الى اخره. قالوا بدك تروح على سوق الخان. على سوق الخان، على سوق الخان، رحنا على سوق الخان، رحنا على سوق الخان، لقينا العالم هيك ومش عارف كيف. صرنا احنا هنا خلينا نبعد عشان الطيران. قربنا ولا اجى الاخ ابو عمار، يا اخ ابو عمار اللي هجمنا عليه هيك نسلم عليه وكذا، ذكر لاند روفر يمكن، عارف لاند او شيء هيك مسكر. اجى ابو عمار سلمنا عليه، رابط ايده كان. قلنا له اخو عمار في خطر هون. قال لا يا ولدي، هو انا منو في خطر؟ قرب لقدام، سحب لجوا باتجاه الهباريه فرديس الماري، قاعد شيء صلاح من قدام، في قاعد شيء صلاح من هاي البيت، وفي من هون مفرق الفرديس والهباريه، سحب لهونيك. تطور انه اجت في شوفير لن ما بعرف اسعاف، الاسرائيليين بيزتوا عليه شبك، الإسرائيليين كبس وظل ماشي، كبس رمى حاله بين صخور ورمى ورمى، ما بعرف شو صار فيه، قلت عليك يا بنقل يمكن مش عارف شو هو الشب. كبس أبو عمار ظل وين أبصر وين غير مشي. المهم رجع، قلت عليك إحنا رحنا إسناد للمنطقة هذه، منطقة سوق الخان، طبنا في كان شيء صلاح من هون، قربنا لأنه هاي منطقة مشرفة، فيك من هون الخيام، تجيك الخيام لتحت تشوف الخيام، على فكرة كان شيء صلاح تشوف الخيام والرمال المجدية تحتها، انت على كيف؟ فكنا هاي مشرفين عليها مشان اي صار في تقدم صار في شيء. هاي المعركة الاربع ايام اللي طورت معنا. انتو كيف كانت نفسياتكم بين بعض لو ما جاش قائد؟ بالعكس احنا مبسوطين، ما كنا نسلم عليه، كنا بالصراحة بس كنا نسلم عليه، شو بيوقف يعني.